يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستفيدوا منه. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: حكيكم قصتي، أنا حبيت ولد عمتي حب كبير جدا وكنت صغيرة لما حبيته. المهم تواصلنا فترة قصيرة مرة، قلت له إذا تحبني تقدم لي، قال طيب وتقدم لي وانخطبنا وصرنا أفضل اثنين، حبينا بعض وكنت أحبه حب ما ينوصف. كلامنا كان كله بالسر بعد الخطوبة عشان أهلي كانوا مانعين إنه إحنا نتكلم مع بعض. أنا وعدته قبل الخطوبة إنه إحنا ما نتواصل إلا إذا تقدم لي، قال الأهل بيرفضوا، قلت له عادي وقدها خطوبة يعني حكلمك بالدس. المهم بعد الخطوبة يمكن سنتين هو بدأ يتغير علي، كنت أعاتب وعاتب وعاتب بس ما في فايدة، ما عاد كان يرسل إلا إذا أنا أرسلت له وما يرد إلا بعد ساعات، ودايما يقول لي أنا مشغول مشغول مشغول، حتى إنه مرة قال لي بروح مكان وبجلس كده 3 أسابيع وما في بهذا المكان نت. أنا عشان كنت صغيرة صدقته وما ركزت إنه كان يسوي كده عشان ما يكلمني، وبعدين خلاص حسيت خاطري طاب منه من كثر ما عاتبته وطلبت يهتم فيني، بديت أتخطاه ولا عاد حبيته ولا كرهته، صار شخص عادي جدا بالنسبة لي. أهملته يمكن شهرين وكنت حزينة على أيامنا اللي مشت مع بعض وكيف صرنا خلاص، حسيت إني ضايعة مو عارفة إيش أسوي ولا عارفة الصح من الغلط، ولا قدرت أكلم أحد من أهلي لأنه إحنا كنا نتكلم وما حد عارف هالشي. وبعد إهمالي له بفترة رجع يسأل هو ويعاتبني، ليه ما تسألي، ليه تغيرتي، ليه صرتي كده، وليه وليه وليه. وزي ما كان يقول لي مشغول كنت أقول له مشغولة، هو كان يقول لي بروح المكان الفلاني ما في نت وأنا أقول له النت بيخلص اليوم وهو عندي مليان، بس أنا كذا خلاص ما عاد أشتهي أكلمه، ما أبي يكلمني وأحس إني أتضايق إذا قال لي أحبك. كان يقول لي أنت تحبيني ولا لا، وأنا أقول له إيوة بس مشغولة ودائما تعذر بهذا الشيء. وما بكذب، أنا بعد ما طاب خاطري ورجع هو يهتم فيني حاولت أحبه من جديد، حاولت أعيد لعلاقتنا لهفة البداية وكنت متوقعة إنها بتجي، وفجأة قال هو بيعقد عقد القران. فكرت كثير، قلت أنا ما أحبه وما أكرهه يعني أوافق ولا لا. كلمت واحدة وقالت لي بعد الملكة يمكن تنعاد لهفتكم ويتجدد شوقكم، وأنا كمان فكرت من هذا الجانب، قلت يمكن صح يرجع كل شيء زي ما كان. وافقت وعقدنا القران، والآن لي سنة من بعد الملكة وأنا أحس إني ظلمته وظلمني، ما قدرت أتقبل ولا قدرت أحبه من جديد. طبعا هو جدا يحبني ومتحملني كثير بالرغم إني أجرحه أكثر الأوقات بتصرفاتي وتقلبات مزاجي، لكن أنا مع الأسف ما قدرت أتقبله زي أول أبدا. أولا حبيت أنا أفضفض بدون ما أحد يعرف أنا مين وهو مين، ثانيا أنا الآن أفكر إنه مثلا إذا تزوجنا وعشنا مع بعض هل بنحب بعض زي أول ولا لا، ثالثا أحس ماني قوية أفسخ العقد لو رجعت أشتاق له من جديد، والأصعب إنه هو يحبني، ماني عارفة محتارة هل إني أكمل بالزواج ده أو إني أفسخ العقد وخلاص. اكتبولي في الكومنتات. القصة الثانية. يقول صاحب القصة: أنا كنت أدرس خارج البلد تخصص طيران وتعلمت في روسيا ولله الحمد 3 سنين وحصلت على معدل 4.6، كنت أحب بنت في قمة الجمال بس يعلم الله إني ما تواصلت معاها ولا شيء، وبعد فترة علمت أختي وفتحت معاها موضوع خطبتنا، وبعدها فتحنا الموضوع قدام العائلة، توكلنا على الله ورحنا وخطبت البنت، وكل ما نجلس مع بعض كنا يعني كل طرف يفهم الآخر ونضحك، وبعدها تزوجنا وكان أجمل عرس ولله الحمد. بعد فترة قوات المسلحة طلبتني في مهمة خارج البلد عشان ننقل أشخاص مهمين، خرجت من البيت بدون ما أحد يحس أبدا وأهلي خايفين علي وزوجتي كمان، وبعد سنة كاملة رجعت البلد وكنت متغير ما حد يعرفني كثير. أنا كنت ماشي لبيتي شفت زوجتي مع شخص ثاني يعني خانتني، يعلم الله إني ما قصرت معاها بشيء، صورتها وأرسلت لها برقم آخر، هي تفاجأت وأنا اتصلت عليها بعد 12 ساعة علمتها إنه أنا بالطريق جاي، كان قلبي ينفجر من الحر والقهر والضيقة، جلست أبكي خارج البيت قبل لا أدخل البيت، وبعدها علمتها باللي شفته قالت لي إنه أنت السبب، وبعدها طلقتها ورجعت لروسيا وعشت هناك وتزوجت روسية. يعني ما في شيء مبرر للخيانة، بس أنت بدون إحم ولا دستور تركت البنت وبعدها
جاي تحكينا عن غلطتك وغلطها وتقول لنا انك تركتها وتزوجت روسية. طب يعني ما ادري ايش تبي. وبس انتهت قصصنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة. اذا عندكم قصص وتبوني اقولها ارسلوها لي على الانستغرام، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف.